قمر الليل هادي خافي وعالي صوت الدياب، الناس كلهم نيام والعتم حالك، الارض عم تتلوى والجموع بتلتف حول اللي شبههم، يا دنيا هيك حالي ما عود تفهم امتى يجي الوقت اللي بيجوفك يستعيد الروح ويصحالي، لو بس تشوف شو راح يجيك اذا قرر تنسى لخان القطيع الماشي لاحق القاي. لو تشوف شو بيجي طريق طويل ما بنتيج طال أرض تفش فيه وانت ماسك بجذعنا فيه هذا المكان ما تكونش غير كون حر بس ما تكونش طير ما فيك خير فينا ما فيك خير سيبك من اللي بقوله الغير انا راكب على ما في خيالي ومعرض سلمي جهل ترتيبهم السلمي وانا عشت 30 بقدر خفي ومع هيك انا مش ناسيهم ناسي مش ناسيهم ومع الطيب اجتمع فيهم انا بس هبوب من ماسيهم ماكلين الفيلم سوا والاحباط واستبداد اتصحرت مشاعرنا تخدرنا في حكيهم دارنا في حكيهم يا قمر الليل هادي خافي وعالي صوت الدياب الناس كلهم نيام والعتم حالي في الأرض عم تتلوى والجموع بتلتف حول اللي شبههم يا دنيا هيك حالي ما عود تفهم امتى يجي الوقت اللي بجوفك يستعيد الروح ويصحالي لو بس تشوف شو راح يجيك إذا قرر تنسى لخان القطيع الماشي لاحق القائد أول شيء السبب الرئيسي وراء أني صرت أفتح على موسيقات تانية وحاول أدمجها مع الراب أو الهيب هوب بلشت للحظة أتفهم الناس اللي بيحكوا لي أنه كتير ناشف على الدينين لأنه من حيث الموسيقى ما كانت شيء مش شيء موسيقتنا الأساسية في المكان اللي أنا فيه وبالتالي لليوم مش شيء الموسيقى الأساسية فجزء اللي خلاني أطلع على مكان تاني غير الراب انه وين انا مساحتي الصوتية وين بقدر اعمل وين ما بقدر اعمل بلشت احاول الاقي مكان اللي اقدر اغني فيه انت بتلاحظ ما هو هالشي الصعب بالاصوات ولا هالامكانيات بده بس انه قدرت انه اوكي ريجي كنت اسمع ريجي بفترة منيحة روتس ريجي الالكترونيك ريجي الجديد اللي برضو دخل كان سبب تاني وبرضو لقيت انه له مستمعين تانيين كليا وكان اشي برضو مريح الي يعني كنت كان هي موسيقى صديقة لإلي زي ما كانت الراب لولا هذا الحكي كان ما انتقلت كان ما اخترت الريجي مثلا كانوا مرعية يا البنت مرعية ومرعية ولا بلا راعي مرعية ولا بلا راعي يا لا توح حياتك ما لي مرعي ولا غيرك مواسد دراعي لا غيرك مواسد دراعي مرعية يا البنت مرعية ومرعية ولا بلا راعي مرعية ولا بلا راعي قالت وحياتك مالي مارعي ولا غيرك مواسد ذراعي لا غيرك مواسد ذراعي مرعية يا البنت مرعية ومرعية ولا بلا 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 مرعية ولا بلا راعي قالت وحياتك مالي مارعي ولا غيرك مواسد ذراعي لا غيرك مواسد
هاي آه راحت يا خالي خلت في البال سؤالين كيف هي بالله وين هي في الحال ولده فقد حنان أسده عرين وهان قلت لها أمسك دفا قالت لو إيش بردان الشوق لو بحر فأنا غرقان فيهم قديني الصوت لو مطر فأنا جفي من صوتك رويني وأنا اللي باي وقت بتطلبيني بتلقيني راحت يا خال وش أسولف لك عن ظنيني شبهت بالشمس قالت الشمس بتغيب وبتشرب باليوم التاني عأي مكان جديد ما فهمت القصد فكرت مجرد تعبير لحد ما جا الوقت لحالي بالعد مصحيت تزعل على اللي راح واللي اعتب على الإنسان فكر حاله لاقى الراحة فاستراح على ذي راح شايف المستقبل من عين والتانية خايفة تخسرها وتليها يا خالي راح يا البنت مرايا يا 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 مرعية يا البنت مرعية مرعية ولا بقى راعي قالت وحياتك ملي مرعي ولا غيرك مواد